شوف عبد الرحمن اليامي، انا هذا الولد لو يعني خلينا نقول لك يسوي كنترول على نفسه، خليني اقول لك يعني يحس بقيمه موهبته يحتضن. الان انت انتقلت من الفيحة رحت الاتحاد، انت طلعت من فريق كبير زي الهلال في علامه استفهام، ليش يا عبد الرحمن طلعت رحت الفيحة الان انت منتقل للاتحاد؟ عبد الرحمن لو انضبط هو المهاجم رقم واحد حيكون للمنتخب، حيلعب على عبد الله الحمدان وعلى فراس البركان، ولد يمكن يملك امكانيات كبيره جدا. لكن المهم فيها لانه شوف لما لعب مع الفيحة كان يلعب بديل في اغلب مبارياته، وحنا نشوف شلون خط الدفاع في اغلب الانديه قوي كلهم اجانب يسجل. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وهي محطه مهمه الكابتن سعد لازم يستثمرها بشكل كبير جدا.